السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. ها، لا ليش ما ظهرتني أنا قبل؟ ها هندوك، ها قول السلام عليكم. الله وبركاته. راح أنت شو يا أبو الكريوك؟ شباب شباب، زين خلاص أنت سيري يا فرنشا. واتس ماي بريكفاست توداي؟ توست. هي؟ And then for me toast with حلوم and نعناع وزعتر. توست وحلوم ونعناع وزعتر for me. هذا اللي هو الأمل مع عسل سمر وزيت أرقان وزيت زيتون، حتى مغرقة تغريج هبلا شيء بسيط. ولا Thank you فرنشا. ها صلاح مبسوط؟ يا ركال زين. الحين يا الله يحفظكم، أنا حط صورة الرقم حق أي شيء، يعني أي شيء أشوفه زين وموافج وشيء فنان وفي اصوره واحطه تراني في داخل، اخلي لكم اياه داخل الستوري. زين الحين ايش معنا ان كل دقيقه حد طرش لنا الرقم الفلاني؟ عاد هنا ابوي ما توبلون انه يعني كل دقيقه نبى رقم المحامي. زين رقم المحامي البارحه حاط انه من 10 سنين بعد موجود لنا الحين في الستوري. سوي مليون ادمي مسوي عليه كابتشر، يعني مليون واحد بينقص النص اللي هي بايش اللي انا لا بطرش رقم حد ولا زيد ولا عبيد، لا يبى ياخذ ابوي من الستوري. لا يعني دحينة لو خلي واحد كان أرضيته، لو خلي واحد كان أرضيته. يميع يميع اللواء كل دق بخيبة. يميع بي اليوم صلاح ليش؟ قال لا بي لا بطاريتي بكندورة راح الصالون. راح بيتنين الصالون اليوم؟ لا ايه بيتنين بتظهر بتظهر بيته، بس البيت قوم زنيد. إيه؟ بس البيت قوم زنيد بقلابية. لا ما بتسبب سبعة أول. هي الصالون أول بتصير الصالون بتسبب. تباني اصوركم لما توالس؟ إيه لا شوف وصلتني اشاعة انك ما تحب التصوير. لا يعني تحب التصوير لو لا؟ إيه. كل يوم ولا يوم هي يوم؟ بلاك تتيرف. تتيرف صلاح؟ للسبوغ يا ابو بتصبغ اليوم؟ منو مكلم في التليفون؟ ما اعرف منو؟ دبي. من دبي؟ لا من عمان هذا. ابو راشد. ابو راشد. وش اسمه اللي راشد. بو راشد. بو راشد صد جاي منو طارف التليفون؟ لا حول ولا قوه. يوم ما حسيت ما بحلج عينك فيه. لك بالضبط؟ لا اروح دبي ولا ما انا لين الحين حبيبي ما قررت. يا دبي يا البحر، واحد من الاثنين. لا بدل. ابدل وين؟ بيت. اجلس البيت؟ ليه صلاح انت شي بس كيف؟ تريد تكرهني؟ وانت ما شو ليش تضحك؟ شربت الفنجان مالي صح؟ بارد 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 بارد. اخ عليك يا صلاح. ديتشو شو؟ نظيف 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 يا رك الله انت. زين الحين بيصبون الدهن. السلام عليكم. يا سلام. ايه ذهب 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 صافي. ايه حافظ على هالخدمة. عبد الغادر صب لي شوي هني بروي العرق. يا سلام يا سلام يا سلام يا الله. ايه واركم الحناية فور هو اول ذي ثينجز. ها؟ دوحة قولي لي يا رجل الله. الحين هل هاي هي تعتبر مشاكسات ولا قل مهرة ولا قل ضمنة؟ شو اللي أسوي إحنا ويا الجماعة؟ حين يوميا ينسألها. ما أنا ما كنت خطف يوم ما نزلت في الستوري الإعلان مال دهنتنا مالت الأذواب والبزار، ويوميا أحط الرقب ويوميا يسألوني على الزبد اللي عندكم مال قواطي ولا مال دكان ولا مال بقر ولا مال هوش. المشكلة يوميا أجاوب عهس ويوميا أجاوب يوميا ما خطف يوم ما جاوبت. هل يعني أبودر حين كل مهرتن عندي بيلس أهدر بالله ساعتين؟ هذه دهنتها أبوي أنا ما بنسوينها تجارة. لو تجارة عندي أنا بتازم حين بناطحات سحاب يا غير أبوي. هذه هواية. هاي خسلت هاي الهواية عاد. هاي هواية. هذه هواية من سنة دقيانوس وأنا هاي هوايتي يعني
عرفه وخبرت هالبيت وين. فلذلك الحين ما يستوي اني كل يوم بشرح انزين، فاليوم هذا اخر مره انا الحين بعيد الشرح من يد ويديد نقطتين. اولا بخصوص الاعلان وبنزله، وما بجلس انزل كل يوم، خلاص برد انزل كل 10 ايام ولا كل اسبوعين انزين. وبخصوص شوفوا الزبدي على الله يحفظكم، شفتوا امس يوم وقت ذوابه الذوابه هالمريال يوم طرشنا حق هالقطر الحين ياسين يصبون منه انزين، شب المريال داخل الموتر ويصير الموتر لين مزرعه الفلانيه او الشركه الفلانيه او المكان الفلاني، المهمه في ابو ظبي. يكون السياره على الله يحفظكم وهي فاضيه فارغه بجدرها، ويدخل الموتر داخل عندهم وين المصنع، ويمزرون يدبون الجدر لين خشمه من فوق مره، يوم اياه شون الجدر رده ابوي ركبوا السياره بجدرها وازنوه، زنوا السياره ظهر ابوي 470 530 كيلو، يظهر نص طن الزبد هذا يتجمع يجمعونه. جبناه البيت وركبناه ابوي على الضو وخدمناه لين يصير يتبخر الرطوبه تتبخر منه، فيخوز من الثلث ال 500 كيلو يازم منهن 300، نص الطن هذا يازم من 300. ظهرت هناك في الجامع برايع عاد الحين ما بخوزه، فنرد ونحط الدويات ونحط العلم ونحط نحط الخبر، بعد ينقسم حوالي 50 او 30 كيلو، يعني نصفه نص الطن، من نص الطن نصفه على يعني تقريبا 50% يصير نصه يشربه الدواء والنص ابوي يصير على هالاساس تلقطون الدهنه. ما تعول مده سنتين ما تعول، ليش؟ لانها ما فيها نوع من انواع الرطوبه، رطوبه ما شيء. في نفس الوقت نخبر العرب ونقولهم الدهنه الذواب الدهنه اللي هو السمن البلدي ما يحطونه في الثلاجه، لو بيكمل سنه ما منضينه وناضي وخايز عن الرطوبه، الحين يوم خايز عن الرطوبه تردونه في الثلاجه، رديت الرطوبه من يد ويديد. فهذا ابوي العلم وهذا الخبر من طقطق لين شو. سلام عليكم بما يختص في بالزبد. انا يعيبني اخذ من الشركات، شو السبب؟ من الشركه مال الشركات شو يعني اللي يحصلون زبد شركات شو يعني؟ شركه ما تجيب الزبد من برا، لا الزبد ابوي يتحضر هني بقر يحلبونهن، لكن عده شركات في البلاد انزين. لا بخبركم بعد عن علومة ما أدري منو هاك اليوم آزم يلح الدريول من وين نشه، المهم دريولنا ثرى بعد خدية، هل هو دهن سير بهنس ما تعرف، المراد الدريول صار وخبر الرجال هذا من وين نجيب الزب، صار المراد عاد الرجال المسؤول أشوفه عقب قال لي خالد احنا حنزود السعر. زود السعر كيف يعني تزود السعر؟ قال نزود السعر لانه غلى الطعام وغلى ما ادري شو غلى يعني من هالامور. ترى ابوي حد جاينا من ورا، بون ابوي هاي العاده شفت اللي يضرب من الخلف هاي الطريقه. المراد الحين ابوي ليه بيشتري؟ المول ابوي ما على الشراء، المول ابوي على الخدمه وعلى الذمه وعلى الطريقه وعلى الترتيب. الناس اللي من غير حد من العرب يعني يوم بيسوي الذواب شلوطها خمس دقائق وصبها وجسمها انزين. نحن بطريقتنا تختلف، نحن نخدمها على ضوء هادي وتازم بدال الساعه 8 ساعات، فلذلك انا اضمن سلامته من السلامه والجوده لمده سنتين. هذا الفرق بين الدهنه الناضيه والدهنه المشلوطه ومصبوبه ومبيوعه. لو بعدني جالس امدح تاج الملكه ما مدحته هالكثر، حتى بصراطي يعورني من كثر ما ارمس بس عليكم. يلا اذا الله جعلنا من الحي ان شاء الله بتغدى بتوكل على الله بسير البحر شوي هات زين. يلا ونرمس عاد خلاص وانا سايف على الخط اذا الله راح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالدي صبحك الله بالخير، هذه وجبتك الأمسية بس ما رمت أكملها صراحة. شوف ما شاء الله، يا
يومي رايت فيديوهاتك الوالد ظهر يعرفك عز المعرفة ويالس وياك، بس ما بقول لك اسمه، يوم تلقى الحظ قول لي يسلم عليك الشيبة وبيخبرت من. على العموم الله يحفظك ويزاك الله خير عن المعلومات اللي تطرحها، بيض الله وياك. يا رك الله. إهداء من المغرب من مدينة عفران لخالد الخالدي، مشكور زرت المغرب وشرفت المغرب وإن شاء الله تزور عفران. جتني السلة هذه اللي ما سلة كاس ما ادري كاس انجلترا ما يندرى شو هذا. المرأة شيء فنان وعيناوي اهم شيء عاد اللون، فمبوني ناوي بس الا صورة، لكن يوم شفت الشيء ولانه حسيت ان الصورة بتظلم الموضوع، فقلت لازم ارمي صورة عيت المكان تستاهل، وكل الشكر والتقدير لك يا بنتي وما قصرتي وشيء فنان وما في الحاضر مدح. ها ما يبارك يا غير بنادم واجه طاقم كبرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأكيد من بعد السلام مساكم الله بالخير والنور والسرور. يا الله يحفظكم. خنت عن سيرة البحر، شو السبب؟ جماعة كلهم أبوي متجدمين، حد من البارحة وحد سرح اليوم، وأنا قلت إن شاء الله أني بعطن عليهم عطنة يا غير ما الله كتب لي. سبب يا الله يحفظكم يا هو نقع هو قوي، وقال والله نحن ما بندش البحر بنيس إلا في البيوت هنا. قلت يوم اللي ياسات بيوت بيتي ولله الحمد ضمني، ولا اني اسير لين هناك بيرسون لمعاياه هي داهم يتعايون صبح ومساء، الا البانوس 23 وماكينه 200 وماكينه 300 وانا خطفت عنك، والبانوس يدق وهذاك ما يدق، شو بقولكم؟ مشكله عود لا بعد حناته جديد رقاي وهذا ما برقاي، وهذا يخطف بحر يوزه عنبو بانوس كم طوله بحر يوزي. شو بعد جد الجديد وين ساير الحين؟ هنا ساير على الله يحفظكم احضر ملكه تمو المعرسي على الله يحفظكم ظاهري، والعروس قبيسيه بتنادر بنصلهم لقبيسي والله ونعمل اختيار. اسميك يا الظاهري بخبرك يا الظاهري اسميك، انت عرفت تنيشن اسميك عرفت تنيشن والجادي اسميك رقم واحد حضير اسميك يا الظاهري حضير، واسميك يا ابوك ما طحت الا واجف، واسميك نيشنت وصبت الهدف، يا ابوك ما تنقيت الا بتنادر. الله يبارك لك ويبارك لهم ويسعدكم ان شاء الله ويطرح البركه في ذريتكم يا رب العالمين. واليوم عاد الا ملكه والعرس الله، وما تد ملك حد على وحده من بنات نادر في الملكه هذا الا سوى ناتق اللي هو رزيف في يوم الملكه. ما يوم يقولوا لكم القبيسات هم يظهرون النواتق والامور الغريبه يعني، فلذلك يعني جليل اللي حد يسوي رزيف يوم لا تصور خل ابوي ما بيحس اصور يمه صورك والله ابوي يصير الدقيانوس ليش يوتيوب ليش ما تباني اطرش هذا ليش هذا طرشت انت يعني يلا ادبتك الادب شوف راعي دلمه من تشوفها في ابو ظبي عرف انه جايينهم طهر صوره وسمعتها حق ويوها فيديو بكبره سايره حينه تتحرى يا اصورك صور ته العرب يلا انا يلا صورنا الحاي هذا بكبره يا يدربح اي على الله يحفظه ما شاء الله تحد الحين ايش قال دخول دلمه انت تعال ما الحين ابوي لبي دلمه ايش قال ييها على هالخشب لا صدق والله طيب لا الحين العالم يسمعونه
لا 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 حي خسارة ترى مسر مسد لحين أبين دل ما كيف الطريقة ولا طيارة في طريقتين الأولى طيارة في طيارة مدعومة من ديوان ولي العهد الله يطول بعمرك نعم عن طريق طيران أبوظبي معلوم والثاني طال عمرك عن طريق البر هي الظنة الطيارة أفضل عن الدرب لأن تقطع من أبوظبي لين دلمة 35 دقيقة أيوة وطريق البر أما البر طال عمرك ساعتين ونص زين طريق البر ساعتين درب البر طال عمرك ساعتين ونص لين الظنة زين هناك تركب عبارة تقريبا حدود ساعة ونص زين نعم التكاليج بر ولا طريق البر عندك سيارتك انت 100 سيارة و20 نفر و20 نفر 100 سيارة تركبها في العبارة لين دلمة كل يوم العبارة نعم تسير بك انت وسيارتك نعم فيها نظام رحلتين هي الساعة كم والساعة كم الساعة طال عمرك اذا ما خاب ظني ابو حمد الساعة منبوني هبي على الكنيو خبروني انك انت موجود يعني انا باي طول عمرك يا رب الله يرحم والديك عندي سير هذا ما عندي هان سير ابوي هذا البركه بارك الله عارفه انا حيت كويت حتى ابوك ما يعرف حتى ابوك ما يعرف معناته انت تعرفه قبل ايام نعم اي نعم صح معناته انا اكبر عني عارفه ايه لا لا ولا يحاشون الكبر العافيه والصغار رب العالمين شحالك خالد بخير يعني كيف انت الله يسلمك كل اللي يتخبر عنك وكل من شاف صورك قال ايش هالفنان ايش هالزين ايش هالمبروك الطيارة مدعومة من ديوان ولي العهد بلاش يعني الطيارة بلاش طال عمرك أي حد أي مواطن زين خاطر يزور جزيرة دلمة هي. يتوجه حق شركة طيران قرب لما مبنى تيرمينال 2 أي حد يبي يصير دلمة نعم ودلمة فيها فنادق ولا فيها فنادق وفي فنادق الحين قيد الإنشاء الحين كم واحد الزاهبات كم فندقين في موتيل وفي فندق الجمعية حاليا زين في منتجعات جاية إن شاء الله إن شاء على السنة الجاية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء عن طريق الطيارة بالهوية. زين بالهوية. نعم. تسير من الساعة 8 الصبح. جزاك الله خير. الساعة 12. جزاك الله خير. طال عمرك. نعم. شكرا لخليتك على هالمعلومات القيمة. على الله يرحم والديك. هل ذا الموافين؟ هل ذا الموافين يا أبوك من يوم يوم؟ بيت بيتك والله يا أبو محمد.
طارس بن عتيج القبيسي وسبران القبيسي ونادر بن صلهوم القبيسي بشيرك ابوي. هاي عيارة القبيسات تراها اسمعوا بها الاول. عيارة القبيسات عيارة القبيسات هذه بعيارة القبيسات ما شاء الله تبارك الرحمن. ميت البحر؟ لا ما سر. ليش؟ لا ما سرنا والله. خب هو. إيه إيه إيه. يا الله يحفظك إن شاء الله ويطول بعمرك. حي هالشوف والله مليون مرحبا مليون مرحبا. متعب متملك الخلفان. عرس لو ملكه. عرس لو ملكه. لا لا ما يجوز الحين. في دبي؟ إلا بعد شوي. زين. هذا ابن خويدم. أدريب. خبر عنه. لا لا سما دقيقه قابض الحصان. في شيء في الليل ولا شو برنامجك؟ منو؟ راشد بن علي. لا راشد بن علي بن منو؟ شو اسم يدك؟ شليويح. شليويح؟ ايه عم تحرنت ابوك يدك واحد يلا الله يحفظكم. انا ظهرت من المعاريس من عقب ظهرت من المعاريس خطفت على بيت ناس غاليين يسوون العين وام العين. خطفت طالع على طارت الله يسلمكم من المعاريس خطفت بيت حياه شليويح. قلت بي أسلم على مير بتهزيم البركة بركة المشرف بكبرة بزمو زين وياه تسلمت ودخنت عينت لنا الله خير شوي ولأن منو وايج علينا محمد بن شليويح بطل أبوي الدولة هو الرئيس مالهم كبرة مال الدوري ومال الدنيا كلها ومال البولينج وهذا ما شاء الله تبارك الرحمن. سلام عليكم. وعليكم السلام. أبرك من ساعة يوم شفتك يومك لو مواعدنك يا أبوك ما لجيتك حبيبي نتشرف بيتوحوني اليوم بياك بيت بياكلوني نتشرف ولا عدم لا خلا ولا عدم فرحت بشوفك الله يعلى الله يحفظك يطول بعمرك يسر أمورك عمرك يا أبو سامحني أيدنك على غفلة لا الساعة المباركة عنوك زينها منيرة الأول في مدينة زايد قزرنا وطر وياكم وما حد وقف حمامك الأول اللي في البيت إلا أنا كم عليه تتذكر ضربة المسجبة كم يحيدها ضربت لمسات لي في ورتي كمل الدهر وان شاء الله رب العالمين يسامحك وانا مسامح انك ترى الله يسلمك خليك ما ركت ذاك اليوم والله تهديدات جتني من ابو سلطان يعني افداك حيدك مال بولينج الاول نعم الله يسلمك وما زلت ولا الله يطول في عمرك الحين شو قال عمرك اترأس اتحاد الامارات للبولينج وعندنا شباب ما شاء الله جيل صاعد باذن الله الله يوفقهم في المسابقات القادمه حققتوا؟ نعم خدنا المركز الثاني بطولة العالم اللي اخترناه هني في دولة الإمارات في إمارة أبو ظبي اللهم لك الحمد ونتمنى إن شاء الله وشيء يعني المحفل الدولي شيء مدعي شيء جريء؟ والله عزيزي 2017 شهر 10 أو 11 تكون في الكويت في دولة إن شاء الله الله ييسر لكم أموركم إن شاء الله ويحفظكم وتأخذون أبوي ما بلا الرابع ولا الثالث ولا الثاني نبل الأول نحن أبوي نحن أبوي بلد ما يرضى إلا بالمقدمة ليش جايات اسب اني صورت سيفك صح ولا ها يلا تسلم عليك انزين انت منو انا ما اعرفك شريفه مسمينك شريفه تعرفين على منو مسمينك انت مسمينك على شريفه على الشيخه شريفه هذا حق هاي على هاي على بتهزين مسمينك ماي على يدك يدك اجمل جميلات الكون كانت وما زالت على الله يحفظها فلازم تغدين شراب تبع فنان انت انا حلوه انت مسمينك على بنت هزيم وانت ماي مسماي على بنت شريويح شو رايك؟ انت مسماي على شيخه وهاي على قبيسيه عاديه. سامحني يا الفلورز القسم النسائي سامحني يا بنات عمي اليوم ظهرت ان عيشات ابوي ما بعلى هوايه هن عافدات في وجه الريايل يوم بصور ما بغيت اصور عفدن في وجوه الريايل شو بسويها شو بديم الحيله؟ اما صورت واويلا وان صورت واويلا امتحنت الحين ليش انا قدمت الاعتذار هذا وايدات من البنيات ومن الحريم وجماعتنا واقع عني يعني ليش تظهر النعيشات بيتحرون رواعي العرب ويا يعرفون ان هاي ابوي ما برواعي الدار رواعي الدار ابوي ما ينعشن حينه في العيال وغير عياله يدفعش البنيات اليهال ولا الحريم الكبار
والنعيشات ترى معروفات، كل من كل والجميع يعرف ان احنا بوي اجنبيات، ما برواع الدار، رواع الدار ما ينعشن، برواع الدار ينعشن البنيات الصغار اللي عمارهم 3 سنين وخمس سنين اللي بعدهم ما يتن الكسرة، كسرة الحريم، ولا البنيات يعني من يكبرن ما ينعشن، وهاي لبوي اجنبيات وكل حد ما بلا اجنبيات يايات بالنول يعني يايات يحضرن في كل عرس ينعشن ويصيرن بحقهن مذهبهن قبضان ابوي مالهن. الحين ليش قلت الرمسه؟ قلت الرمسه وايدات البنيات من جبل بناتنا علقن علي، قال خالد الحين الوادم ليه من غير من دول مجلس التعاون بيتحرون رواعي، انا بيتحرون رواعي الدار. قلت لا ما يهمك، روحي بقدم الرمسه وايد 99% يعرفون انه انهم مبرواعي الدار، يا غير انا بناكد لكم 100